بادر سعيد بن مشيط سنة 1337 للهجرة كدأب آبائه وأجداده بالتواصل المستمر وتجديد الولاء للدولة السعودية، وكتب للملك عبد العزيز عدة رسائل يوضح فيها موقفه من الملك ورسالته وتحركاته، مبينا صدقه وولاءه وإخلاصه، طالبا من الملك العون والدعم. سعيد بن عبد العزيز ابن مشيط كان رجلا مبادرا، استطاع أن يراسل الملك عبد العزيز ليبلغه بأحوال المنطقة، وسواء في الشأن القبلي، في الشأن المجتمعي، في شأن الأمور التي تهم الدولة، وأيضا تكون مؤثرة في قضايا الوحدة، ومنها الشؤون أيضا المالية، وكان له أثر في هذا الجانب. الملك عبد العزيز عندما رأى هذه الإيجابية في سعيد بن عبد العزيز بن مشيط وجه نظره إليه، وأوصى عبد العزيز ابن مساعد عندما اتجه إلى الجنوب على أن يعطي مكانة لسعيد بن عبد العزيز بن مشيط وأن يضعه في المكان اللائق به.